اهلا بيكم. طبعا في حاجة انا نسيتها في الدرس اللي فات، اللي هو الخاص بالبرايفت فاريبل، انك ممكن برضو تعمل له قيمة افتراضية عالي جدا. مش اي مشكلة خالص اهو. ممكن اقول هنا ويلكم اي ام ديفولت برايفت فاريبل. في حالة إن مفيش بقى هنا أي قيمة، ورحت ناديت على الـ all ده هنا كمتغير، وجيت طبعت بره، نقفل طبعا دير refresh أهو welcome I am a default private. نيجي بقى للنوع الثالث، وهو النوع الحماية أكثر من الـ private، اللي هو البروتكتد. وهنقول بروتكتد، انا هسميه بروتكتد. ممكن اوقفه لحد كده برضه، نفس فكره البرايفت بالظبط، لكن في اضافه بسيطه، والاضافه دي مش هتوضح لك قوي الا لما نخش شويه جوه النشر. لكن اللي اقدر اقوله لك برضو حاليا عشان ما اخليش الموضوع يبقى صعب عليك، انك تقدر برضو تعمل لها تمرير عن طريق الداله اللي هي قلنا عليها فوق protected بالطريقه دي، وممكن نحط لها default value بالطريقه دي، بس بدل ما تكون private هتكون protected. وبعد كده refresh اهو تمت التمرير. عايزين نعمل لها اعاده اضافه، يعني نضيف مكان الديفولت فاليو او البابليك، ونشوف مع بعض هيعمل كده ولا لا. وهنقول فو 1، وهنيجي هنا ريتيرن ذس بروتكت، اللي هو نفس اس المتغير اللي فوق. وهاجي هنا اقول ايه new protect back fresh. بص بقى اللي حصل، هنادي بقى عليها هنا اللي هي ال 1 دي، الاكتام اللي هي 1 fresh new protect back. لحد كده احنا واقفين عند مرحلة كويسة. طبعا انت بتسأل يعني ايه this، بتسأل يعني ايه this، وعايز تعرف ايه المغزى من this دي. this هي منه او زي انا او زي هو. this بترمز وتعود الى الكلاس مين بطريقة التعبير عن جلب القيم من الكلاس. يعني ممكن اجلب دالة وممكن اجلب متغير. اوكي، ممكن اجلب دالة وممكن اجلب متغير. فبالتالي لما اقول this كأني بقول بالظبط مين. اوكي مين. طب هل ينفع اقولها object كده؟ تعالى بص، ايرور. لازم اعمل ايه؟ لازم اجي هنا اعمل متغير اسميه مين، وهروح اقول له مين نيو مين، هشغل الكلاس جوه منه جوه نفسه. وهنا هقول له مين بروتكت اشتغل. فطبعا بدل الليله دي كلها، لا اختصرها لك ازاي، بدل ما تشغل الكلاس جوه نفسه، لا هو اختصرها لك في زس. بس يا سيدي، هي دي الفكرة من زس. اشوفكم على خير.